سالم محمد بن هويدن، عضو المجلس الوطني في دولة الإمارات وعضو البرلمان العربي. تم عقد جلسة للبرلمان العربي في جمهورية مصر العربية، وتم التطرق لمواضيع منها القضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية الوطن العربي، وأيضا تم التطرق إلى القضية السورية والوقوف مع الشعب السوري في محنته، وأيضا تم مباركة الانتخابات الجزائرية، وتم المباركة إلى الشعب الجزائري وإلى الرئيس الجزائري على نجاح هذه الانتخابات، وأيضا تم النظر في عدة مشاريع قوانين للبرلمان العربي، وهو قضية وسام البرلمان العربي والذي تتقدم به الشعبة البرلمانية الإماراتية. بالنسبة لهذا الموضوع، هذه طلع قرار من الجامعة العربية من حكام الدول العربية، وأيضا تم تشكيل لجنة في البرلمان العربي ومناقشة جامعة الدول العربية في هذا البند.